شوفوا لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ ما هو ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، والاتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم إيه؟ إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. من جبال مصر أخذنا مسكنا، وفي صحرائها قبورا تنادينا. صمتنا العزم وفي خطانا النار، والجحيم لينظر من يعادينا. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ قتلانا عند ربهم يرزقونا، وبالجهاد على العهد محافظين. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لطالما انتظر المصريون إعدام الإرهابي هشام عشماوي بعد استيفائه كافة درجات التقاضي، خصوصا وأنه ارتكب 14 عملية إرهابية على أراضي مصر وأزهق الأرواح وعمل على خراب الوطن. بالتأكيد هي خطوة هامة للقصاص لأرواح شهداء الوطن سواء جيش أو شرطة أو مواطنين، حدث بيمثل عبرة لكل من تسول له نفس المساس بمقدرات هذا الوطن، ودلالة على إصرار الدولة على المضي قدما في حربها على الإرهاب. بالتأكيد إعدام هشام عشماوي حيكون له تأثير على التنظيمات الإرهابية بشكل عام، خاصة وأن الإرهابي بيمثل ثقل كبير وسط تنظيماتهم. حول هذا الموضوع بنستضيف في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وقراءة متعمقة في تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. أيضا بيسعدنا أن نستضيف على الهواء الأستاذ أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بنرحب بك يا أستاذ أحمد. طيب نبدأ حديثنا مع الأستاذ أحمد رفعت، وأعرف من حضرتك يعني هذا الحكم بالإعدام وتنفيذه على الإرهابي هشام عشماوي بالتأكيد هو خطوة كبيرة لمكافحة الإرهاب، قصاص لشهداء الوطن. كيف رأيت تنفيذ حكم الإعدام اليوم؟ هو طبعا قصاص زي ما حضرتك قلت كده، طبقا يعني للآية 179 من سورة البقرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وطبقا كمان للآية 14 سورة التوبة، ويشفي صدور قوم مؤمنين. النهارده اعتقادي انه مش بس اسر الشهداء اللي قلوبهم ارتاحت ولا نفوسهم هديت، اعتقادي ان مصر كلها، وكمان كل يعني انا شايف حتى على شبكات التواصل الاجتماعي الاشقاء في الدول العربيه فرحانين، لانه الموضوع مأثر. احنا قدام مجرم جبناه اصلا من دوله عربيه شقيقه. دي هنتكلم فيها، لكن خلينا في اصرار الدوله المصريه على الاخذ بالسار، اصرار الدوله المصريه على يعني إهداء هذا العمل اللي النهاردة كان فيه شكوك أنه هيتنفذ، وفي كلام على ضغوط حقوقية هتمنع مصر وضغوط سياسية ممكن تقف يعني عقبة في سبيل تطبيق الحكم. كل ده النهاردة ثبت أنه غير صحيح، لكن في دلالات مهمة يعني اسمح لي نقف عندها أستاذ شادي، وهما سبع يعني خلاصات من العملية كلها. ممكن حضرتك تكتبهم ونناقشهم واحدة ولا ورا واحدة، أو أقولهم كلهم ونناقشهم بالترتيب. الخلاصة الأولى أو النتيجة الأولى للموضوع كله أن أنت قدام معركة بين حق وباطل. الحق فيها يعني لا يمكن يتهزم أبدا، أنت قدام دولة مصرية عريقة لها مؤسسات كبيرة جدا، عندها مدد لا نهاية له، سواء يعني في الإمدادات، سواء في الأفراد، سواء في التسليح، سواء في المعنويات. وأنت قدام شعب النهارده لا تتخيل، او حضرتك عارف يعني نبض الشعب المصري ازاي، وكان ازاي منتظر اللحظه دي، وازاي متابع الموضوع، وعندنا حشد يعني جماهيري هائل وراء الدوله المصريه. ايوه.
دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت قدام إصرار الدولة المصرية على تعقب المجرمين أينما كانوا. النقطة الثالثة، أنت قدام نجاح سياسي المتهم ده جبناه من يعني أشقاء في ليبيا، إحنا واقفين مع إعادة بنائهم لدولتهم من اللحظة الأولى، ورئيس السيسي من 2014 بيؤكد أن مصر تدعم الجيوش الوطنية في كل الدول العربية، قالها على الجيش العراقي وقال بندعم الجيش العراقي وبنسلحه، قالها في 22/11/2016 في حواره مع التلفزيون البرتغالي على الجيش الوطني العربي السوري. لكن لأول مرة تصريح مباشر وعلني، يعني كان الأول متكلم على أن احنا بندعم الجيوش الوطنية العربية في محاربة الإرهاب، كان 22/11/2016 أعلن مباشرة دعمنا للجيش العربي السوري. هذه النقاط اللي ذكرتها يا أستاذ أحمد هنتكلم عليها تفصيلا، ولكن بعد أن أرحب مرة أخرى بالأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برحب بيك مرة جديدة يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك، مساء الخير أستاذ شادي، ومساء الخير على ضيوفك وعلى السادة بحضرتك. أهلا بيك، واسمح لنا قبل أن نبدأ الحوار معك أن نشاهد هذا التقرير عن جرائم الخائن هشام عشماوي، ونرجع مرة أخرى لاستكمال الحوار. لم يكن حكم الإعدام الذي صدر بحق الإرهابي هشام عشماوي سوى تعبير عن جرائمه التي ارتكبها في المقام الأول بحق مصر واستشهاد الكثير من أبطالها. عشماوي تورط في عدة حوادث إرهابية، أول تلك العمليات هو استهداف تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في سبتمبر عام 2013، كما اتهم في عدة عمليات إرهابية كبرى مثل الكتيبة 101 في العريش شوفوا لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ يا شهيد دم الله، يا شهيد دم الله، يا شهيد دم الله، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية واهل مصر. من جبال مصر اخذنا مسكنا، وفي صحرائها قبورا تنادينا، صمتنا العزم وفي خطانا النار، والجحيم لا ينظر من يعادينا. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ قتلانا عند ربهم يرزقونا، وبالجهاد على العهد محافظين. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لطالما انتظر المصريون إعدام الإرهابي هشام عشماوي بعد استيفائه كافة درجات التقاضي، خصوصا وأنه ارتكب 14 عملية إرهابية على أراضي مصر وأزهق الأرواح وعمل على خراب الوطن. بالتأكيد هي خطوة هامة للقصاص لأرواح شهداء الوطن سواء جيش أو شرطة أو مواطنين، حدث بيمثل عبرة لكل من تسول له نفس المساس بمقدرات هذا الوطن، ودلالة على إصرار الدولة على المضي قدما في حربها على الإرهاب. بالتأكيد إعدام هشام عشماوي حيكون له تأثير على التنظيمات الإرهابية بشكل عام، خاصة وأن الإرهابي بيمثل ثقل كبير وسط تنظيماتهم. حول هذا الموضوع بنستضيف في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وقراءة متعمقة في تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. أيضا بيسعدنا أن نستضيف على الهواء الأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بنرحب بك يا أستاذ أحمد. طبعا
طيب نبدأ حديثنا مع الأستاذ أحمد رفعت، وأعرف من حضرتك يعني هذا الحكم بالإعدام وتنفيذه على الإرهابي هشام عشماوي بالتأكيد هو خطوة كبيرة لمكافحة الإرهاب، قصاص لشهداء الوطن. كيف رأيت تنفيذ حكم الإعدام اليوم؟ هو طبعا قصاص زي ما حضرتك قلت كده، طبقا يعني للآية 179 من سورة البقرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وطبقا كمان للآية 14 سورة التوبة، ويشفي صدور قوم مؤمنين. النهاردة اعتقادي أنه مش بس أسر الشهداء اللي قلوبهم ارتاحت ولا نفوسهم هديت، اعتقادي أن مصر كلها، وكمان كل يعني أنا شايف حتى على شبكات التواصل الاجتماعي الأشقاء في الدول العربية فرحانين، لأنه الموضوع مأثر. إحنا قدام مجرم جبناه أصلا من دولة عربية شقيقة، دي هنتكلم فيها، لكن خلينا في إصرار الدولة المصرية على الأخذ بالسار، إصرار الدولة المصرية على يعني إهداء هذا العمل اللي النهاردة كان فيه شكوك أنه هيتنفذ، وفي كلام على ضغوط حقوقية هتمنع مصر وضغوط سياسية ممكن تقف يعني عقبة في سبيل تطبيق الحكم. كل ده النهاردة ثبت أنه غير صحيح، لكن في دلالات مهمة يعني اسمح لي نقف عندها أستاذ شادي، وهما سبع يعني خلاصات من العملية كلها، ممكن حضرتك تكتبهم ونناقشهم واحدة ولا ورا واحدة، أو أقولهم كلهم ونناقشهم بالترتيب. الخلاصة الأولى أو النتيجة الأولى للموضوع كله أن أنت قدام معركة بين حق وباطل. الحق فيها يعني لا يمكن يتهزم أبدا، أنت قدام دولة مصرية عريقة لها مؤسسات كبيرة جدا، عندها مدد لا نهاية له، سواء يعني في الإمدادات، سواء في الأفراد، سواء في التسليح، سواء في المعنويات. وأنت قدام شعب النهاردة لا تتخيل، أو حضرتك عارف يعني نبض الشعب المصري إزاي، وكان إزاي منتظر اللحظة دي، وإزاي متابع الموضوع، وعندنا حشد يعني جماهيري هائل وراء الدولة المصرية. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت قدام إصرار الدولة المصرية على تعقب المجرمين أينما كانوا. النقطة الثالثة، أنت قدام نجاح سياسي، المتهم ده جبناه من يعني أشقاء في ليبيا، إحنا واقفين مع إعادة بنائهم لدولتهم من اللحظة الأولى، ورئيس السيسي من 2014 بيؤكد أن مصر تدعم الجيوش الوطنية في كل الدول العربية، قالها على الجيش العراقي، وقال بندعم الجيش العراقي وبنسلحه، قالها في 22/11/2016 في حواره مع التلفزيون البرتغالي على الجيش الوطني العربي السوري، لكن لأول مرة تصريح مباشر وعلني، يعني كان الأول متكلم على أن احنا بندعم الجيوش الوطنية العربية في محاربة الإرهاب، كان 22/11/2016 أعلن مباشرة دعمنا للجيش العربي السوري. هذه النقاط اللي ذكرتها يا أستاذ أحمد حنتكلم عليها تفصيلا، ولكن بعد أن أرحب مرة أخرى بالأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برحب بيك مرة جديدة يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك، مساء الخير أستاذ شادي، ومساء الخير على ضيوفك وعلى أهلا بحضرتك. أهلا بيك، واسمح لنا قبل أن نبدأ الحوار معك أن نشاهد هذا التقرير عن جرائم الخائن هشام عشماوي، ونرجع مرة أخرى لاستكمال الحوار. لم يكن حكم الإعدام الذي صدر بحق الإرهابي هشام عشماوي سوى تعبير عن جرائمه التي ارتكبها في المقام الأول بحق مصر واستشهاد الكثير من أبطالها. عشماوي تورط في عدة حوادث إرهابية، أول تلك العمليات هو استهداف تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في سبتمبر عام 2013، كما اتهم في عدة عمليات إرهابية كبرى مثل الكتيبة 101 في العريش وكمين الفرافرة بالصحراء الغربية، وتفجيرات ضد عدد من الكنائس ومديرية أمن الدقهلية، وحادث الواحات، واغتيال النائب العام هشام بركات. انضمام عشماوي لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي لم يدم طويلاً، حيث بايع التنظيم داعش الإرهابي، وهو ما رفضه وانشق عنهم، مؤسساً تنظيم المرابطون المتصل بشكل وثيق بتنظيم القاعدة، وتمركز التنظيم في مدينة درنا الليبية كمقر تنطلق منه العمليات الإرهابية إلى داخل مصر، وتمركز لتدريب أعضاء تنظيمه المتطرف.
أبو عمر المهاجر أحد أبرز الأسماء الحركية التي تخفى فيها عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة بسبب تبنيه لأفكار متطرفة، حيث خرج بتسجيل عام 2015 يهدد فيه ضباط الجيش والشرطة في مصر بالمزيد من العمليات الإرهابية. أعلن الجيش الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي بمدينة درنا الليبية، والذي أصبح على رأس قائمة المطلوبين بحكم تورطه في العشرات من العمليات الإرهابية، دون أن يعلم هو وأمثاله أن كل تهديد يزيد من إصرار الدولة المصرية وأبطالها في الجيش والشرطة على مواصلة مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة. شوفوا، لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ضابط وده ضابط، والاتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ أرحب من جديد مشاهدينا الكرام بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ أحمد عليبة، يعني هل من الممكن أن يغير تنفيذ حكم الإعدام من استراتيجية التنظيمات الإرهابية الموجودة في مصر وليبيا؟ يعني بالتأكيد احنا بنتكلم على فصل مختلف، يعني هناك ازدال الستار على واحد من أعتى عتات الإجرام بالنسبة لقضايا الإرهاب في مصر على مدار 6 سنوات، يعني سنتين منها في مصر من 2013-2014 ثم بعد فض رابعة إلى ليبيا 4 سنوات. فأنا بعتقد أنه يعني ده كان بيمثل يعني عدد كبير جدا من القضايا الحوادث الإرهابية في مصر، سواء في منطقة سيناء أو في مدن القناة أو حتى في مدن الدلتا، ثم أيضا في قطاع الصحراء الغربية حوادث الفرافرة والواحات. أنا بعتقد أنه هناك محاولة يعني تقويض هذه الظاهرة بشكل كبير فيما يتعلق ب الجزء الخاص بالتنظيمات في مصر. هناك تراجع واضح وفقا للمؤشرات الدولية وأيضا المؤشرات المحلية، لأنه هناك نجاح بشكل دائم ومستمر. نحن نتعامل مع ظاهرة، هذه الظاهرة ممتدة، يعني لا يمكن بشكل أساسي أنه احنا نقول أنه ظاهرة الإرهاب يتم القضاء عليها تماما، لكن تكتسب يعني خبرات، يعني تكتسب الدول خبرات لمواجهة هذه التنظيمات، وبالتالي بيبدأ يقل. أيضا أنا أعتقد أنه التحولات الإقليمية اللي يعني بتتم في إطار ما يتعلق بهذه الظاهرة أيضا بتشهد نوع من الانحسار والتحولات، لكن لا يزال طبعا في ليبيا هناك نوع من يعني السيولة في هذا الموضوع، لكن تراجعت أيضا إلى حد كبير بالنسبة لرصد محاولات يعني اختراق الحدود المصرية، لأنه طبعا في احكام بشكل كبير بالنسبه للحدود الغربيه من جانب الجيش المصري. بتصور انه يعني ده ايضا قطع رافض اساسي لتمويل هذه التنظيمات، بالنظر لانه كان بيقوم بادوار متعدده، سواء كان في الاعداد والتخطيط او في التدريب او في التنفيذ، وبالتالي يعني هو كان عنصر حيوي. انا بتكلم على 14 قضيه تقريبا كان متهم فيها، من اجمالي تقريبا 54 قضيه فيما يتعلق بالجانب الخاص بسيناء. لو احنا بنتكلم في ليبيا فانا بعتقد انه ربما يزيد عدد القضايا عن ذلك، لديه علاقه مع تنظيم القاعده في ليبيا عبد الكريم بالحاجه، وبالتالي ارتباط مع دول اقليميه بتمول الارهاب مثل تركيا، وبالتالي ايضا هذا يتعلق بالجانب الليبي. كان عنده حوالي تقريبا
يعني سبعة أشهر من التحقيقات هناك ربما اتعاملت أو تعاطت مع هذا الجزء. فبالتالي إحنا بنقول إنه يعني الظاهرة بتتراجع إلى حد كبير، يعني القضاء على العناصر القيادية في التنظيمات مثل هشام العشماوي ده طبعا يعني بيشكل نجاح وضربات قاصمة لمثل هذه التنظيمات، وطبعا قطع خط أساسي فيما يتعلق بتنظيم القاعدة. وبالتالي أنا بعتقد أنه يعني مسألة انحصار الظاهرة هي مسألة مهمة، لكن أيضا بتظل أنه الاستعدادات ومواجهة التحولات التي تحدث فيها هذه الظاهرة هو جزء أساسي أيضا تتعامل معه مصر في المرحلة الراهنة، على اعتبار أنه لسه هناك محاولات من جانب القوى الإقليمية التي تدعم هذه الظاهرة في أن هي تستمر بشكل أو بآخر. نعم، هعود إليك مرة جديدة أستاذ أحمد عليبة، ولكن أنتقل بالحوار إلى الأستاذ أحمد رفعت. يعني عندما كنا نشاهد التقرير يا أستاذ أحمد ورأينا رئيس السيسي بيقول يعني شايفين الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، رأيك إيه؟ ده العالم كله دلوقتي شايف الفرق، لأنه إحنا قدام يعني وجهين ومسارين مختلفين تماماً. واحد كان مع الوطن ومع شعبه، واحد كان مع الشيطان ومع أعداء الوطن، والمصير معروف يعني خلاص. واحد يعني كلنا عارفين أنه مع الصديقين ومع الأنبياء والصديقين والشهداء، والتاني عارفين دلوقتي يعني مصيره إلى يعني ما نبأنا به الله سبحانه وتعالى أنه في الجحيم يعني. لكن نقف عند إصرار الرئيس مبكراً على الكلام على ان احنا عايزين عشماوي عشان نحاسبه وعشان نحاكمه، ده اللي اتحقق. ودي كانت النقطه الرابعه بعد ما كنت بتكلم مع حضرتك على الدلالات المهمه للموضوع، ووصلنا الى الدلاله السياسيه انه مصر بدورها الاقليمي موجوده مع الاصدقاء والاشقاء في ليبيا. النقطه الرابعه بقى انه عندنا جهاز امني ومعلوماتي يعني على أعلى مستوى. لأن أنا عايز أقول لحضرتك اللواء 106 اللي قبض على عشماوي في ديرنا ده لواء ليبي، لكن جوه اللواء الكتيبة 169 أحمد النجدي الرائد الليبي قايل بالحرف إن إحنا قبضنا على عشماوي وبناء على معلومات استخباراتية مع الجانب المصري. صحيح قعد هناك من 8 أكتوبر من يوم إعلان القبض عليه لغاية 28 مايو زي ما قال الأستاذ أحمد تحت التحقيق في ليبيا، لأنه مرتكب جرائم هناك، عنده يعني عدد كبير من الاتهامات موجهه ليه، لكن اصر الجانب الليبي في الاخر انه يسلمه للجانب المصري نتيجه لهذا التعاون الامني الكبير. فاحنا قدام جهاز امني رفيع المستوى قادر انه حتى خارج البلاد يعمل ضربات كبيره، بتبدا بالمعلومه في الاساس وبعد كده بتقوم القوات المختصه بمتابعه الموضوع لغايه ما يعني الوعد الرئاسي للرئيس السيسي اتحقق، والنهارده كان النهايه. أي. طيب هنتابع مع حضراتكم الآن هذا التقرير اللي بيحكي لنا عن رحلة الخائن هشام عشماوي. هنسيب اسمه الأسطورة، هنسيب اسمه الأسطورة من أسوان للمامورة. وقالوا يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ضابط وده ضابط، والاتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم إيه؟ إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. أحمد بعد ما استشهد لقيناه كاتب جواب بخط إيده، المفاجأة إن الجواب ده كاتبه لعدوه. اسمحوا لي أقرا لكم بعض أجزاء من الجواب ده. جزيل الشكر لعدوي اللي أتاح لي الفرصة بعد سنين من التدريبات إني أواجهه. شكرا ليك إنك دخلتني أرض مروية بدم آبائي وأجدادي اللي ضحوا بالنفيس والغالي. دخلتني أرض الفيروز بأفرولي وخلتني أصلي في كل شبر فيها. هيروح مننا واحد في غيره ألف بيتسابقوا على دورهم في الشهادة، بس أقسم بالله ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها. يا أمي، الشهيد هو صاحب الفضل والمنة، إحنا عملنا كده
لأن احنا تعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبدا شهيد أو مصاب. القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف باحة المهام قدامنا خيارين اتنين بس ما لهمش تالت، إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة وأي أوامر فن. فكرك يا صاحبي ولسه روحك عايشة فيا، لا قبلت ولا هقبل في دمك عمري دي، صنت الأمانة شهيد لوطنك ولبلادك، أديت رسالتك كنت قد المسؤولية، كتبت اسمك. استطلاع وزير الداخلية وأشوف عن إزاي هتم استهداف. أخذت في فترة الاستطلاع بتاعته حوالي 10 أيام خطة مبدئية لاستهداف. عدنا إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. ما زال معنا في هذا الحوار الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأدب السؤال إليك أستاذ أحمد عليبة، يعني بعد الإعدام إعدام هشام عشماوي، ما هو مصير تنظيم المرابطون الإرهابي في مدينة دارنا الليبية؟ طبعا بفقدان هشام عشماوي قيادة كبيرة إرهابية بالتأكيد له تأثير على مثل هذه التنظيمات، خاصة تنظيم المرابطون.
يعني اسمح لي استاذ شادي، يعني اقول لحضرتك في البدايه انه هشام عشماوي كان بيتنقل ما بين عدد من التنظيمات، يعني هو تنظيم انصار بيت المقدس وصولا الى تنظيم المرابطون، ثم ايضا تشبيك مع يعني فروع اخرى من تنظيم القاعده، وايضا تنظيم حتى او التنظيمات المحسوبه على تنظيم داعش او التي بايعت تنظيم داعش. وبالتالي هي الفكره اصلا ما كانش فيها نوع من المبدأ بشكل أساسي، وأنه كان بتحصل خلافات من وقت لآخر. هو كان شايف أنه نفسه يعني ممكن أنه يكون زعيم لتنظيم وما إلى ذلك، وبالتالي هو شاف أنه ليبيا كانت أرض خصبة في ذلك التوقيت لتأسيس تنظيم. حتى هذا التنظيم كان بيركز بشكل أساسي على مصر، يعني خلال فترة الأربع سنين اللي عمل فيها هناك كان بيركز على أنه يمد العناصر بعض يمد المجموعات الإرهابية في سيناء بالسلاح بأموال بتربطهم أو تشبيكهم يعني التنظيمات اللي موجودة في الخارج. يعني كان هو عنده نوع من السهولة في أنه يقدم نوع من الدعم اللوجستي الكبير. أمر الآخر أنه بدأ طبعاً زود بعض المجموعات او يدفع بعض المجموعات اللي هي عنده في التنظيم في البدايه في ليبيا، تعامل ايضا مع عدد من التنظيمات، لكن في منطقه ديرنا بالاساس كان موجود تنظيم انصار الشريعه، ثم بعد ذلك لما طرد تنظيم داعش ايضا كان موجود في مدينه ديرنا، ثم طرد منها باتجاه الساحل في اتجاه الغرب. هو كان عنده طبعا علاقات في ذلك التوقيت مع عبد الكريم بالحاج اللي هو معروف انه كان زعيم الجماعه الليبيه المقاتله، وبالتالي كان بيحصل على نوع من الدعم الكبير، كان بيوظفه في اتجاه يعني تنظيم واداره وتنفيذ عدد من العمليات الارهابيه في مصر كما ذكرت. وبالتالي فيما يتعلق بالمسرح الليبي، الجيش الليبي تمكن بالفعل من ان هو يحسم مساله او يطهر التنظيم من مدينة ديرنا. أنا أعتقد بشكل كبير جدا أن الوضع أصبح مستقر في المدينة بشكل كبير، لأنه الجيش الليبي تمكن من فرض مظاهر السيطرة والأمن في هذه المدينة. تظهر بعض الحوادث من آن لآخر، لكن أنا أعتقد أنه في قدرة على التعامل مع التنظيم لم يعد موجودا هناك. هو فقد أيضا عدد من القيادات التنظيمية اللي كانت بتساعده هناك، اللي كان أبرزهم طبعا يعني سواء اللي فقدهم في بعض العمليات زي عماد عبد الحميد، أو اللي فقدهم معه في أثناء القبض عليه زي رفاع سرور. أنا بعتقد أنه المجموعة التي كانت تعمل معه كلها قبض عليها، بعضهم تم تصفيته في مراحل مختلفة، وبعضهم تم تصفيته أثناء عملية القبض عليه، وبالتالي انتهى أثر هذا التنظيم بشكل أساسي وحاسم. لا. المرحلة الحالية هي مرحلة بقى أيضا مواجهات مع تنظيمات أخرى، لكنها ليست موجودة في الشرق الليبي، إنما يمكن أن تكون موجودة في الجنوب وموجودة في الغرب الليبي، ويعني تظهر الآن أو تتحول الآن مع التحولات التي تشهدها الساحة في الغرب الليبي، سواء تنضوي تحت ميليشيات أو تقوم بدور ما لاستقطاب تنظيم داعش الذي يعني يتم نقله أو تقوم تركيا بنقله من الساحة في سوريا إلى الساحة في ليبيا. لكن فيما يتعلق بتنظيم وصلت هذه النقطة، ابقى معي أستاذ أحمد علي، بس أعود إليك طبعا مرة جديدة، ولكن بعد أن أذهب بحواري إلى الأستاذ أحمد رفعت. يعني بعد التقارير الدولية اعتبرت عام 2019 الماضي هو عام الانتصار على الإرهاب في مصر، ده طبعا نتيجة لكل ما ذكرته أستاذ أحمد من يقظة للجهاز الأمني المصري والمعلومات الكبيرة المتوفرة التي جعلت هذه العمليات تتم على أعلى مستوى من الدقة، وبالتالي انحصر الإرهاب. هو الحقيقة 2018 مش 2019، لأنه إحنا في 2014 كانت العمليات واصلة إلى رقم مخيف الإرهابية، العمليات الإرهابية في مصر كلها، وطبعا 75% منها جوه سيناء، لكن كانت بتوصل مثلا 278 عملية مثلا في البداية الأولى. وصلنا 2018 إلى 8 عمليات، طبعا لسه احصائية 2019 يمكن على وشك، لكن اعتقد انها تطلع بنفس الارقام. في 2015 2016 2017 ارقام مشابهة، يعني بتقل شوية بس طبعا يعني ايه 167 عملية في سنة، 183 عملية في سنة تانية، لكن في 2018 وصلنا الى 8 عمليات ارهابية بطول مصر وعرضها، طبعا برضو اغلبهم في سيناء صحيح، لكن كنا فين يعني من 289 في 2014 او حاجه لغايه 8 عمليات. اعتقد في 2019 هيبقى الرقم قريب. فاحنا وسع 2019 كمان صدر تقرير يعني مركز السلام الاسترالي اللي بيقيم الدول اللي فيها ارهاب، مصر خارج قائمه العشر الدول الاولى اللي بتعاني من الارهاب.
ودي ده الاول مره من 2013. فدي شهاده برضو دوليه ان احنا لم نعد دوله تعاني من الارهاب. صحيح زي ما قال الاستاذ احمد احنا قدام لم نعد يعني دوله تعاني من الظاهره لكن طبعا في يعني لكن ده يخليني بقى بعد اذنك اروح للنقطه الخامسه في سبع او سبع نتائج من الموضوع كله. احنا قلنا ان مصر دوله كبيره ما حدش يقدر عليها، مصر لا تنسى صار ابنائها ولا شهدائها، مصر لها نفوذ ووجود اقليمي مناسب خلاها تتعامل مع الموضوع وتحقق نتائج منه. الظاهره او النتيجه الرابعه ان احنا عندنا اجهزه امنيه رفيعه المستوى وعندها اداء هائل خصوصا في مجال المعلومات. الدلاله ان النتيجه الخامسه ان احنا لسه شوف 14 عمليه كبيره من يعني محاوله اغتيال وزير الداخليه الى محاوله تعطيل مرفق علامه اذا قناه السويس هيتضرر منه 100 مليون مصري بشكل مباشر. جرائم هشام عشماوي. شوف 14 عمليه الى الفرافره الى اجهزه امنيه دمرها في الاسماعيليه وعمليه نقل من الاسماعيليه الى الصحراء الغربيه ومع ذلك مصر تصر على انها تبقى الى النهايه دوله للقانون بحاكم امام محاكم سواء يعني ارتكب جرائم تستحق التحويل الى الحاله الجنايات او الى محاكم عسكريه، لكن في كل الاحوال عنده درجات التقاضي، عنده الحكم الغيابي يعاد محاكمته لما تم القبض عليه، استنفاد كل درجات. شوف شكله ما فيش يعني الم واحد واخد، ما فيش يعني حتى الخروج. احنا بنتعامل في فرق بين دول تعامل كعصابه مع حتى مع المجرمين، وفي ناس شايفه ان ده ممكن يبقى متاح، لكن مصر اصرت الى النهايه ان تتعامل مع الظاهره او مع هذا المجرم باعتبارها دوله للقانون ودوله القانون تحترم مؤسستها وتحترم القضاء الموجود فيها. طيب احنا معنا على الهاتف الان المهندسه ندى حسن زوجة الرائد الشهيد احمد عمر الشبراوي رئيس عمليات كتيبه 101 صاعقه. اهلا بك يا باشمهندسه، والنهارده شهدنا حكم الاعدام للارهابي هشام عشماوي، اثر ده عليك ايه؟ اهلا يا فندم حضرتك. الاول هو احمد كان رئيس عمليات الكتيبه 103 صاعقه. 103 صاعقه. 103 صاعقه. اثر كبير يا فندم، لان لم يدينا رساله احنا كاهالي شهداء وكمصريين ان القوات المسلحه ما بتفيدش حق الشهداء، وان جهاز المخابرات بتاعنا شغال صح وبيقدر يجيب يعني شغالين صح وما بيسيبوش حق اولادهم في اي قضيه او اي عمليه بيفضلوا وراها، ولو بعد حين لحد ما يعني الاجرم ياخد جزائه. طيب فكره الثواب والعقاب، فكره ان النهايه واختلافها يعني هو الموت واحد، بس فكره الموت المشرف والشهاده وفكره اننا اعدم على جرائم يعني اسوء من هي تبقى مخله بشرف. ده انا اخليت بشرف وطني وبشرف القسم اللي انا اقسمت كليه يعني. الحمد لله الحمد لله. يعني انت النهارده لما عرفتي بهذا الحكم بالتاكيد ده كان ليه اثر ايجابي عليكي. اكيد طبعا، ربنا قال ولكم في القصاص قصاصي حياه يا اولي الالباب. طيب يعني باشمهندسه ندى، يعني دايما التنظيمات الارهابيه يعني ما بيكونش هاممها لا الشعوب ولا الاوطان، قدام ده بتكون موجوده القوات المسلحه المصريه بكل هذه البساله والشجاعه في التصدي للارهاب وتقديم ارواحهم فدا الوطن فدا مصر، رايك ايه؟ ايوه طبعا، هو كل قصه في منهم اللي بيبقى مشدود لفكر متطرف وبيبقى داخلينه من السكه دي، في منهم المرتزقه اللي هو بيصبر الفكره ان هو مش مؤمن دي، وكل الفكره ان هو في جهه معينه بتدفع له عشان يهد الجيش النظامي اللي موجود عشان يوقع البلد. لكن القوات المسلحه لن ولم تتهاون في اي شبكه في مصر، وطول ما زمايل ازواجنا وكل اخواتنا موجودين في سيناء واقفين مرابطين، ان شاء الله ان شاء الله مصر مش هتروح. طيب في نهاية حوارنا عايز منك رسالتين، رسالة بتوجهيها لكل إرهابي بيحاول يتربص بمصر ورسالة لقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة في التصدي للإرهاب، اتفضلي. والله يا فندم لأي إرهابي، مصر على مر العصور بفضل الله إن كان محتل إن كان حد بيتعدى على حدودها جيشها أثبت جدارة إن ما فيش حد الحمد لله بيقدر علينا. مهما تحطينا في صعاب، مهما تخيل إن أنت قادر توصل، رجالتنا واقفين مش هتقدر تاخد شبر في ارضها، ومش هتقدر تحقق حاجه على ارض الواقع. كل اللي انت بتعمله عباره عن نصر وهمي انت بتتخيله. اخواتنا بقى في الجيش والشرطه ربنا يحفظكم
وربنا يعينكم، واحنا عايشين على حسكم وعايشين في الامان ده من خيركم ومن وقفتكم دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي، واقفين ببساله. زميلك بيستشهد وبتروح تقف بعده علشان عارف ان ده دورك وده واجبك. طيب بشكرك شكرا جزيلا المهندسة ندى حسن زوجة الرائد الشهيد أحمد عمر شبراوي رئيس عمليات كتيبة 103 صاعقة. أذهب مرة أخرى بحواري إلى الأستاذ أحمد عليبة. يعني تسليم هشام عشماوي قبل أقل من سنة بيوضح لنا أهمية التعاون يا أستاذ أحمد بين الجيشين، الجيش المصري والجيش الوطني الليبي. يعني تأثير ذلك وهذا التعاون على يعني هذه العمليات وضبط الإرهابيين المتواجدين في مصر وليبيا. أنا بتصور أن أستاذ أحمد رفعت يعني تناول هذا الموضوع بقدر كبير من التفصيل، لكن أنا يهمني في هذه النقطة هو أنه فيه تحدي بيواجه الجيش الليبي طبعا في المرحلة الحالية، وده بيدل على انه دعم مصر لمؤسسه وطنيه، مصر لا تتعامل مع ميليشيات في ليبيا، مصر تتعامل مع مؤسسه وطنيه موجوده في ليبيا، وهي دي النقطه المهمه فيما يتعلق بهذا الموضوع، انه ان تكون هناك دوله في ليبيا، ان تكون هناك مؤسسات امنيه قويه في ليبيا، هذا هو المدخل الحقيقي لاعاده الاستقرار الى ليبيا، لانه يعني انهيار اللي حصل في الجيوش فيما يعرف بالربيع العربي في العديد من الدول في الإقليم الكل يعرف ثمنه جيدا، وبالتالي فإن دعم مصر لأنه يكون هناك يعني هذا المسار من الاستقرار بالنسبة لليبيا أنا بعتقد أنها المسألة مهمة، وده شفنا تداعياته في هذه العملية أنه الجيش الليبي لعب دور أساسي كشريك في مسألة القبض على هشام عشماوي. طبعا أيضا زي ما قال الأستاذ أحمد في بداية الحديث بأنه كان هناك دور استخباري ومعلوماتي فيما يتعلق بهشام عشماوي والخلية التي كانت تعمل معه وتحديد مناطق تجاوز يعني مناطق تواجده هناك، ثم من قام بعمليات القبض عليه هو الجيش الليبي وأدار يعني تحقيقات مطولة معه فيما يتعلق بالجزء الخاص بالقضايا في ليبيا، ثم عاد إلى مصر محاكمته أمام القضاء المصري فيما يتعلق بالجزء الخاص بالقضايا الموجودة في مصر والتي شارك فيها بشكل أساسي. فأنا بعتقد أنه ده نجاح للعلاقة ما بين الطرفين في مصر وفي ليبيا، وأنا بعتقد أنه أيضا ده دلالة أساسية على نجاح جهود مكافحة الإرهاب بشكل أساسي، وأنه يجب أن ينظر المجتمع الدولي والقوى الإقليمية التي تريد أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلى هذه الجهود، بدلا من أن يكون هناك دعم للإرهاب في ليبيا أن يكون هناك يعني مواجهة. مصر بتواجه طبعا هذا بشكل أساسي أو بتعمل عليه بشكل أساسي يعني ده بيبين الفارق ما بين دور مصر وعلاقة مصر بليبيا وأدوار الآخرين الذين يكيدون لليبيا والذين يريدون أن يستمر يعني أن تستمر مظاهر الفوضى أو مظاهر يعني مظاهر الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا بشكل أو بآخر. فأنا بعتقد أنه ده نجاح ليه عدد كبير جدا من الدلالات. أستاذ أحمد رفعت، يعني برأيك ومن خلال مشاهداتك كيف ساند إعلام الإرهابية وقناة الجزيرة هذه التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة اللي كان بينتمي إليه هشام؟ طبعا أستاذ شادي جزء من الموضوع معنوي، يعني أنا اعتقادي أنه اللي حضراتكم عاملينه من الصبح باقي القنوات اللي عاملاها على قضية هشام عشماوي تحديدا وقصة إعدامه والجرائم اللي ارتكبها جزء منها معنوية. العدو بقى في الطرف الآخر شغال على العكس، بيدعم المنظمات الإرهابية، بيدعم أو بيجهز لها يعني الساحة من خلال الإشاعات والأخبار الكاذبة اللي تخلي المواطن المصري قابل إنه يعني أو جزء أو قطاع من المصريين قابل إنه يستقبل عمليات ضد مؤسسات وطنه وضد المؤسستين اللي في المواجهه تحديدا، لان احنا اتكلمنا من شويه ان العمليات وصلت 8 عمليات في 2018. أيوة. انا بقولها كده ببساطه، لكن ده ما جاش مش ببساطه لازم الناس تتذكر انه ده جاب تضحيات كبيره وعظيمه قامت بها قواتنا المسلحه وقامت بها قوات الشرطه المصريه، وطبعا شفنا اسر الشهداء وشفنا تكريمهم. لكن قبل بس ما لانه اخشى انه الحلقه تخلص وقت الحوار انتهى، قبل لازم نتيجتين اخرتين نقولهم في السبع نتائج المستخلصه من موضوع هشام عشماوي كله، ان احنا القوات المسلحه زي ما بتسأر لابنائها بتسأر كمان
بتحافظ على مكانتها وقيمتها وسمعتها وشرفها، وتم اعدام هشام عشماوي شنقا بشامل بن الرصاص لانه خارج القوات المسلحه فصلا، يعني هو مفصول اصلا من القوات المسلحه مش هروبا ولا عمل اي عمليه، هو منتمي لهذا او لهذه المؤسسه العظيمه. النتيجه الاخيره اللي قالها او اشار ليها الرئيس السيسي بكلامه لما اتكلم انه مسار احمد المنسي ومسار هشام عشماوي، احنا لسه عايزين مجهود جبار في مواجهه الافكار المتطرفه، يعني احنا عاملين مجهود رائع في مواجهه التنظيمات المتطرفه، لسه عندنا مواجهه كبيره جدا مع الافكار المتطرفه، وهذا ما يدعو اليه الرئيس السيسي ايضا. بالزبط. بشكرك شكرا جزيلا على حوارك معنا. شكرا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كما اشكر جزيل الشكر الاستاذ احمد عليبة رئيس وحده التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. شكرا جزيلا لك استاذ احمد. لسه مكملين معاكم طبعا في هذه الحلقة من المواجهة، ولكن قبل أن نذهب إلى حوارنا التالي مع أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، نقرأ على حضراتكم هذا الخبر. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن إجراء تحاليل ل 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمصر بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقا. وأوضحت الوزيرة أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتان، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس وتلقى رعاية طبية فائقة وتم إجراء تحليل له وهو ما يسمى PCR تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية عدة مرات متتالية، آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة وغادر الحجر الصحي. وأضافت أن الحالة الثانية هي لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية وحالاته مستقرة وفي تحسن مستمر، ولافتة إلى أن جميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته، ولفتت أيضا إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عملهم والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازي، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم. نشاهد هذا البيان من وزيرة الصحة ونعود إليكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان المحدث لوزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية 4 مارس 2020. من يوم 7 يناير 2020 حتى اليوم تم إجراء 1904 تحليل لحالات مشتبه بها جميعها سلبية ما عدا الحالتين، الحالة الأولى كان حامل للفيروس وتعافى، والحالة الثانية تخضع للعلاج ما زالت تخضع للعلاج وفي تحسن مستمر، وجميع العلامات الحيوية في تحسن، وكذلك الأشعاعات التي تم إجراءها اليوم في المتابعة تؤكد تحسن الحالة. هذا بالإضافة ل 41 معتمر تم عمل فحوصات لهم في حالات مشتبهة وجميعها سلبية. الموقع اللي فيه الشركة اللي كان يعمل فيها الأجنبي الذي يخضع للعلاج ما زال الحجر الصحي قائم، وما زال أكثر من 2500 شخص يعمل في هذه الشركة من الشركة والشركات المعاونة لها تحت الحجر الصحي، وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي اشتباه في أي إصابة. العمل الذي تقوم به وزارة الصحة وعمل بتنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية وتنسيق لحظي، وجميع فرق المسح الطبي تقوم بهذا العمل مع منظمة الصحة العالمية، وجميع البيانات مدققة وجميع التحاليل يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق أود أن أشكر جميع العاملين في وزارة الصحة والجهات والمؤسسات التابعة لها على التفاني في العمل والإخلاص في العمل على مدى الأيام السابقة وعلى مدى الشهرين السابقين، وأخص بالذكر قطاع الطب الوقائي والحجر الصحي وفرق العزل وفرق الترصد وجميع وهيئة الإسعاف المصرية وجميع العاملين في المواني والمطارات والمواني البرية، وكذلك فرق التي تقوم بالاستقصاء عن جافة المخالطين، وجميع العاملين في وزارة الصحة
وكل القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وأشكرهم وأشكر ذويهم وأسرهم لتحمل هذا النوع من العمل والإخلاص فيه. إن شاء الله بكرة بإذن الله نقوم بعمل بيان محدث، ولكن في حالة ثبوت أي حالة إيجابية في أي وقت ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بإعداد بيان مشترك وإطلاع الجميع عليها لحظيا. أشكركم. كمين الفرافرة بالصحراء الغربية وتفجيرات ضد عدد من الكنائس ومديرية أمن الدقهلية وحادث الواحات واغتيال النائب العام هشام بركات. انضمام عشماوي لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي لم يدم طويلا، حيث بايع التنظيم داعش الإرهابي وهو ما رفضه وانشق عنهم، مؤسسا تنظيم المرابطون المتصل بشكل وثيق بتنظيم القاعدة. وتمركز التنظيم في مدينة درنا الليبية كمقر تنطلق منه العمليات الإرهابية إلى داخل مصر، وتمركز لتدريب أعضاء تنظيمه المتطرف. أبو عمر المهاجر أحد أبرز الأسماء الحركية التي تخفى فيها عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة بسبب تبنيه لأفكار متطرفة، حيث خرج بتسجيل عام 2015 يهدد فيه ضباط الجيش والشرطة في مصر بالمزيد من العمليات الإرهابية. أعلن الجيش الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي بمدينة درنا الليبية، والذي أصبح على رأس قائمة المطلوبين بحكم تورطه في العشرات من العمليات الإرهابية، دون أن يعلم هو وأمثاله أن كل تهديد يزيد من إصرار الدولة المصرية وأبطالها في الجيش والشرطة على مواصلة مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة. شوفوا، لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ضابط وده ضابط، والاتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ أرحب من جديد مشاهدينا الكرام بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ أحمد عليبة، يعني هل من الممكن أن يغير تنفيذ حكم الإعدام من استراتيجية التنظيمات الإرهابية الموجودة في مصر وليبيا؟ يعني بالتأكيد احنا بنتكلم على فصل مختلف، يعني هناك ازدال الستار على واحد من أعتى عتات الإجرام بالنسبة لقضايا الإرهاب في مصر على مدار 6 سنوات، يعني سنتين منها في مصر من 2013-2014، ثم بعد فض رابعة إلى ليبيا 4 سنوات. فأنا بعتقد أنه يعني ده كان بيمثل يعني عدد كبير جدا من القضايا الحوادث الإرهابية في مصر، سواء في منطقة سيناء أو في مدن القناة أو حتى في مدن الدلتا، ثم أيضا في قطاع الصحراء الغربية حوادث الفرافرة والواحات. أنا بعتقد أنه هناك محاولة يعني تقويض هذه الظاهرة بشكل كبير فيما يتعلق ب الجزء الخاص بالتنظيمات في مصر. هناك تراجع واضح وفقا للمؤشرات الدولية وأيضا المؤشرات المحلية، لأنه هناك نجاح بشكل دائم ومستمر. نحن نتعامل مع ظاهرة، هذه الظاهرة ممتدة، يعني لا يمكن بشكل أساسي أنه احنا نقول أنه ظاهرة الإرهاب يتم القضاء عليها تماما، لكن تكتسب يعني خبرات، يعني تكتسب الدول خبرات لمواجهة
هذه التنظيمات وبالتالي بيبدا يقل. ايضا انا بعتقد انه التحولات الاقليميه اللي يعني بتتم في اطار ما يتعلق بهذه الظاهره ايضا بتشهد نوع من الانحسار والتحولات، لكن لا يزال طبعا في ليبيا هناك نوع من يعني السيوله في هذا الموضوع، لكن تراجعت ايضا الى حد كبير بالنسبه لرصد محاولات يعني اختراق الحدود المصريه، لانه طبعا في احكام بشكل كبير بالنسبه للحدود الغربيه من جانب الجيش المصري. بتصور انه يعني ده ايضا قطع رافض اساسي لتمويل هذه التنظيمات بالنظر لانه كان بيقوم بادوار متعدده سواء كان في الاعداد والتخطيط او في التدريب او في التنفيذ، وبالتالي يعني هو كان عنصر حيوي. انا بتكلم على 14 قضيه تقريبا كان متهم فيها. أيوة. من اجمالي تقريبا 54 قضيه فيما يتعلق بالجانب الخاص بسيناء. لو احنا بنتكلم في ليبيا فانا بعتقد انه ربما يزيد عدد القضايا عن ذلك، لديه علاقه مع تنظيم القاعده في ليبيا عبد الكريم بالحاجه، وبالتالي ارتباط مع دول اقليميه بتمول الارهاب مثل تركيا، وبالتالي ايضا هذا يتعلق بالجانب الليبي. كان عنده حوالي تقريبا يعني سبعة أشهر من التحقيقات هناك ربما اتعاملت او تعاطت مع هذا الجزء، فبالتالي احنا بنقول انه يعني الظاهره بتتراجع الى حد كبير. يعني القضاء على العناصر القياديه في التنظيمات مثل هشام العشماوي ده طبعا يعني بيشكل نجاح وضربات قاصمه لمثل هذه التنظيمات، هو طبعا قطع خط اساسي فيما يتعلق بتنظيم القاعده. وبالتالي انا بعتقد انه يعني مساله انحصار الظاهره هي مساله مهمه، لكن ايضا بتظل انه الاستعدادات ومواجهه التحولات التي تحدث في هذه الظاهره هو جزء اساسي ايضا تتعامل معه مصر في المرحله الراهنه، بالتأكيد. على اعتبار انه طيب. لسه هناك محاولات من جانب القوى الاقليميه التي تدعم هذه الظاهره في طيب. ان هي تستمر بشكل او باخر. نعم، هعود اليك مره جديده استاذ احمد عليبه، ولكن انتقل بالحوار الى الاستاذ احمد رفعت. يعني عندما كنا نشاهد التقرير يا استاذ احمد وراينا الرئيس السيسي بيقول يعني شايفين الفرق بين هشام عشماوي واحمد المنسي، رايك ايه؟ ده العالم كله دلوقتي شايف الفرق، لانه احنا قدام يعني وجهين ومسارين مختلفين تماما. واحد كان مع الوطن ومع شعبه، واحد كان مع الشيطان ومع اعداء الوطن، والمصير معروف يعني خلاص. واحد يعني كلنا عارفين انه مع الصديقين ومع الانبياء والصديقين والشهداء، والتاني عارفين دلوقتي يعني مصيره الى يعني ما نبانا به الله سبحانه وتعالى انه في الجحيم يعني. لكن نقف عند اصرار الرئيس مبكرا على الكلام على ان احنا عايزين عشماوي عشان نحاسبه وعشان نحاكمه، ده اللي اتحقق. ودي كانت النقطه الرابعه بعد ما كنت بتكلم مع حضرتك على الدلالات المهمه للموضوع، ووصلنا الى الدلاله السياسيه انه مصر بدورها الاقليمي موجوده مع الاصدقاء والاشقاء في ليبيا. النقطه الرابعه بقى انه عندنا جهاز امني ومعلوماتي يعني على أعلى مستوى، لان انا عايز اقول لحضرتك اللواء 106 اللي قبض على عشماوي في ديرنا ده لواء ليبي، لكن جوه اللواء الكتيبة 169 احمد النجدي الرائد الليبي قايل بالحرف ان احنا قبضنا على عشماوي وبناء على معلومات استخباراتيه مع الجانب المصري. صحيح قعد هناك من 8 اكتوبر من يوم اعلان القبض عليه لغايه 28 مايو زي ما قال الاستاذ احمد تحت التحقيق في ليبيا، لانه مرتكب جرائم هناك، عنده يعني عدد كبير من الاتهامات موجهه ليه، لكن اصر الجانب الليبي في الاخر انه يسلمه للجانب المصري نتيجه لهذا التعاون الامني الكبير. فاحنا قدام جهاز امني رفيع المستوى قادر انه حتى خارج البلاد يعمل ضربات كبيره، بتبدا بالمعلومه في الاساس وبعد كده بتقوم القوات المختصه بمتابعه الموضوع لغايه ما يعني الوعد الرئاسي للرئيس السيسي اتحقق، والنهارده كان النهايه. أي. طيب هنتابع مع حضراتكم الان هذا التقرير اللي بيحكي لنا عن رحله الخائن هشام عشماوي. هنسيب اسمه الاسطوره من اسوان للمعموره وقالوا ايه. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ انا بقول لكم بس الحكايه، ما هو ده انسان وده انسان وده ضابط وده ضابط.
والاثنين كانوا مع بعض في واحده واحده. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدوله المصريه واهل مصر. احمد بعد ما استشهد لقيناه كاتب جواب بخط ايده. المفاجاه ان الجواب ده كاتبه لعدوه. اسمحوا لي اقرا لكم بعض اجزاء من الجواب ده. جزيل الشكر لعدوي اللي اتاح لي الفرصه بعد سنين من التدريبات اني اواجهه. شكرا ليك انك دخلتني ارض مرويه بدم ابائي واجدادي اللي ضحوا بالنفيس والغالي. دخلتني ارض الفيروز بأفرولي وخلتني اصلي في كل شبر فيها. هيروح مننا واحد في غيره ألف بيتسابقوا على دورهم في الشهاده، بس اقسم بالله مالكش عيش فيها طول ما احنا فيها. يا امي، الشهيد هو صاحب الفضل والمنه. احنا عملنا كده لان احنا اتعلمنا في القوات المسلحه الا نترك خلفنا ابدا شهيد او مصاب. القوات المسلحه اللي علمتنا عند التكليف باحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ما لهمش تالت، اما النصر بشرف او الاستشهاد ببطوله واي اوامر فن. فكرك يا صاحبي ولسه روحك عايشه فيا، لا قبلت ولا هقبل في دمك عمري دي. صمت الامانه شهيد لوطنك ولبلادك، اديت رسالتك كنت قد المسؤوليه كتبت اسمك. استطلاع وزير الداخليه اشوف عن ازاي هيتم استهداف. اخذت في فتره الاستطلاع بتاعته حوالي 10 ايام خطه مبدئيه لاستهداف.
انت كمان نعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. ما زال معنا في هذا الحوار الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأذهب السؤال إليك أستاذ أحمد عليبة، يعني بعد الإعدام إعدام هشام عشماوي، ما هو مصير تنظيم المرابطون الإرهابي في مدينة دارنا الليبية؟ طبعا بفقدان هشام عشماوي قيادة كبيرة إرهابية بالتأكيد له تأثير على مثل هذه التنظيمات، خاصة تنظيم المرابطون. يعني اسمح لي استاذ شادي، يعني اقول لحضرتك في البدايه انه هشام عشماوي كان بيتنقل ما بين عدد من التنظيمات، يعني هو تنظيم انصار بيت المقدس وصولا الى تنظيم المرابطون، ثم ايضا تشبيك مع يعني فروع اخرى من تنظيم القاعده، وايضا تنظيم حتى او تنظيمات المحسوبه على تنظيم داعش او التي بايعت تنظيم داعش. وبالتالي هي الفكرة أصلا ما كانش فيها نوع من المبدأ بشكل أساسي، وإنه كان بتحصل خلافات من وقت لآخر. هو كان شايف إن هو نفسه يعني ممكن إن هو يكون زعيم لتنظيم وما إلى ذلك، وبالتالي هو شاف إنه ليبيا كانت أرض خصبة في ذلك التوقيت لتأسيس تنظيم. حتى هذا التنظيم كان بيركز بشكل أساسي على مصر، يعني خلال فترة الأربع سنين اللي عمل فيها هناك كان بيركز على أنه يمد العناصر بعض يمد المجموعات الإرهابية في سيناء بالسلاح بأموال بتربطهم وتشبيكهم ب يعني التنظيمات اللي موجودة في الخارج. يعني كان هو عنده نوع من السهولة في أنه يقدم نوع من الدعم اللوجستي الكبير. أمر الآخر أنه بدأ طبعا زود بعض المجموعات او يدفع بعض المجموعات اللي هي عنده في التنظيم في البدايه في ليبيا، تعامل ايضا مع عدد من التنظيمات، لكن في منطقه ديرنا بالاساس كان موجود تنظيم انصار الشريعه، ثم بعد ذلك لما طرد تنظيم داعش ايضا كان موجود في مدينه ديرنا، ثم طرد منها باتجاه الساحل في اتجاه الغرب. هو كان عنده طبعا علاقات في ذلك التوقيت مع عبد الكريم بالحاج اللي هو معروف انه كان زعيم الجماعه الليبيه المقاتله، وبالتالي كان بيحصل على نوع من الدعم الكبير، كان بيوظفه في اتجاه يعني تنظيم واداره وتنفيذ عدد من العمليات الارهابيه في مصر كما ذكرت. وبالتالي فيما يتعلق بالمسرح الليبي، الجيش الليبي تمكن بالفعل من ان هو يحسم مساله او يطهر التنظيم من مدينة ديرنا. أنا بعتقد بشكل كبير جدا أن الوضع أصبح مستقر في المدينة بشكل كبير، لأنه الجيش الليبي تمكن من فرض مظاهر السيطرة والأمن في هذه المدينة. تظهر بعض الحوادث من آن الآخر، لكن أنا بعتقد أنه في قدرة على التعامل مع التنظيم لم يعد موجودا هناك. هو فقد أيضا عدد من القيادات التنظيمية اللي كانت بتساعده هناك، اللي كان أبرزهم طبعا يعني سواء اللي فقدهم في بعض العمليات زي عماد عبد الحميد، أو اللي فقدهم معه في أثناء القبض عليه زي رفاع سرور. أنا بعتقد أنه المجموعة التي كانت تعمل معه كلها قبض عليها، بعضهم تم تصفيته في مراحل مختلفة، وبعضهم تم تصفيته أثناء عملية القبض عليه، وبالتالي انتهى أثر هذا التنظيم بشكل أساسي وحاسم. لا. المرحلة الحالية هي مرحلة بقى أيضا مواجهات مع تنظيمات أخرى، لكنها ليست موجودة في الشرق الليبي، إنما يمكن أن تكون موجودة في الجنوب وموجودة في الغرب الليبي، ويعني تظهر الآن أو تتحول الآن مع التحولات التي تشهدها الساحة في الغرب الليبي، سواء تنضوي تحت ميليشيات أو تقوم بدور ما لاستقطاب تنظيم داعش الذي يعني يتم نقله أو تقوم تركيا بنقله من الساحة في سوريا إلى الساحة في ليبيا. نعم، لكن نعم. فيما يتعلق طيب وصلت هذه النقطة، ابقى معي أستاذ أحمد علي، بس أعود إليك طبعا مرة جديدة، ولكن بعد أن أذهب بحواري إلى الأستاذ أحمد رفعت. يعني بعد التقارير الدولية اعتبرت عام 2019 الماضي هو عام الانتصار على الإرهاب في مصر، ده طبعا نتيجة لكل ما ذكرته أستاذ أحمد من يقظة للجهاز الأمني المصري والمعلومات الكبيرة المتوفرة التي جعلت هذه العمليات تتم على أعلى مستوى من الدقة، وبالتالي انحصر الإرهاب.
هو الحقيقة 2018 مش 2019 لأنه إحنا في 2014 كانت العمليات واصلة إلى رقم مخيف الإرهابية، العمليات الإرهابية في مصر كلها طبعا 75% منها جوه سيناء، لكن كانت بتوصل مثلا 278 عملية مثلا في البداية الأولى. وصلنا 2018 إلى 8 عمليات، طبعا لسه احصائية 2019 يمكن على وشك لكن أعتقد أنها تطلع بنفس الأرقام. في 2015 2016 2017 ارقام مشابهه يعني بتقل شويه بس طبعا يعني ايه 157 167 عمليه في سنه، 183 عمليه في سنه ثانيه، لكن في 2018 وصلنا الى 8 عمليات ارهابيه بطول مصر وعرضها. طبعا برضو اغلبهم في سيناء صحيح، لكن كنا فين يعني من 289 في 2014 او حاجه لغايه 8 عمليات. اعتقد في 2019 هيبقى الرقم قريب. فاحنا وسنه 2019 كمان صدر تقرير يعني مركز السلام الاسترالي اللي بيقيم الدول اللي فيها ارهاب، مصر خارج قائمه العشر الدول الاولى اللي بتعاني من الارهاب، ودي ده لاول مره من 2013. فدي شهاده برضو دوليه ان احنا لم نعد دوله تعاني من الارهاب. صحيح زي ما قال الاستاذ احمد احنا قدام لم نعد يعني دوله تعاني من الظاهره، من الظاهره، لكن طبعا في يعني لكن ده يخليني بقى بعد اذنك اروح للنقطه الخامسه في سبع او سبع نتائج من الموضوع كله. احنا قلنا ان مصر دوله كبيره ما حدش يقدر عليها، مصر لا تنسى صار ابنائها ولا شهدائها، مصر لها نفوذ ووجود اقليمي مناسب خلاها تتعامل مع الموضوع وتحقق نتائج منه. الظاهره او النتيجه الرابعه ان احنا عندنا اجهزه امنيه رفيعه المستوى وعندها اداء هائل خصوصا في مجال المعلومات. الدلاله ان النتيجه الخامسه ان احنا لسه شوف 14 عمليه كبيره من يعني محاوله اغتيال وزير الداخليه الى محاوله تعطيل مرفق علامي زي قناه السويس هتتضرر منه 100 مليون مصري بشكل مباشر. جرائم هشام عشماوي. شوف 14 عمليه الى الفرافره الى اجهزه امنيه دمرها في الاسماعيليه وعمليه نقل من الاسماعيليه الى الصحراء الغربيه، ومع ذلك مصر تصر على انها تبقى الى النهايه دوله للقانون بحاكم امام محاكم، سواء يعني ارتكب جرائم تستحق التحويل الى الحاله الجنايات او الى محاكم عسكريه، لكن في كل الاحوال عنده درجات التقاضي، عنده الحكم الغيابي يعاد محاكمته لما تم القبض عليه، تم استنفاد كل الدرجات. شوف شكله ما فيش يعني الم واحد واخد، ما فيش يعني حتى الخروج. احنا بنتعامل في فرق بين دول تعامل كعصابه مع حتى مع المجرمين، وفي ناس شايف ان ده ممكن يبقى متاح، لكن مصر اصرت الى النهايه ان تتعامل مع الظاهره او مع هذا المجرم باعتبارها دوله للقانون، ودوله القانون تحترم مؤسستها وتحترم القضاء الموجود فيها. احنا معنا على الهاتف الان المهندسه ندى حسن زوجة الرائد الشهيد احمد عمر الشبراوي رئيس عمليات كتيبه 101 صاعقه. اهلا بك يا باشمهندسه، والنهارده شهدنا حكم الاعدام للارهابي هشام عشماوي، اثر ده عليك ايه؟ اهلا يا فندم حضرتك. الاول هو احمد كان رئيس عمليات الكتيبه 103 صاعقه. 103 صاعقه. 103 صاعقه. أثر كبير يا فندم، لأن لم يدينا رسالة إحنا كأهالي شهداء وكمصريين إن القوات المسلحة ما بتفيدش حق الشهداء، وإن جهاز المخابرات بتاعنا شغال صح وبيقدر يجيب يعني شغالين صح وما بيسيبوش حق ولادهم في أي قضية أو أي عملية بيفضلوا وراها، ولو بعد حين لحد ما يعني الأجرم ياخد جزائه. طيب فكرة الثواب والعقاب، فكرة إن النهاية واختلافها يعني هو الموت واحد، بس فكرة الموت المشرف والشهادة وفكرة اننا اعدم على جرائم يعني اسوأ من هي تبقى مخلة بشرف. ده انا اخليت بشرف وطني وبشرف القسم اللي انا اقسمت كلية يعني. الحمد لله الحمد لله. يعني انت النهاردة لما عرفتي بهذا الحكم بالتأكيد ده كان ليه اثر ايجابي عليك؟ اكيد طبعا، ربنا قال ولكم في القصاص قصاصي حياة يا اولي الالباب. طيب يعني باشمهندسة ندى، يعني دايما التنظيمات الإرهابية يعني ما بيكونش هاممها لا الشعوب ولا الأوطان، قدام ده بتكون موجودة القوات المسلحة المصرية بكل هذه البسالة والشجاعة في التصدي للإرهاب وتقديم أرواحهم فدا الوطن فدا مصر، رأيك إيه؟ أيوة طبعا، هو كل قصه في منهم اللي بيبقى مشدود لفكر متطرف وبيبقى داخلينه من السكه دي، في منهم المرتزقه اللي هو بيصبر الفكره ان هو مش مؤمن دي، وكل الفكره ان هو في جهه معينه بتدفع له عشان يهد الجيش النظامي اللي موجود عشان يوقع البلد.
لكن القوات المسلحه لن ولم تتهاون في اي شبكه في مصر، وطول ما زمايل ازواجنا وكل اخواتنا موجودين في سيناء واقفين مرابطين، ان شاء الله ان شاء الله مصر مش هتروح. طيب في نهاية حوارنا عايز منك رسالتين، رسالة بتوجهيها لكل إرهابي بيحاول يتربص بمصر، ورسالة لقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة في التصدي للإرهاب، اتفضلي. والله يا فندم لأي إرهابي، مصر على مر العصور بفضل الله إن كان محتل إن كان حد بيتعدى على حدودها، جيشها أثبت جدارة إن ما فيش حد الحمد لله بيقدر علينا. مهما تحطينا في صعاب، مهما تخيل إن أنت قادر توصل، رجالتنا واقفين مش هتقدر تاخد شبر في ارضها، ومش هتقدر تحقق حاجه على ارض الواقع. كل اللي انت بتعمله عباره عن نصر وهمي انت بتتخيل. اخواتنا بقى في الجيش والشرطه ربنا يحفظكم وربنا يعينكم، واحنا عايشين على حسكم وعايشين في الامان ده من خيركم ومن وقفتكم دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي، واقفين ببساله. زميلك بيستشهد وبتروح تقف بعده علشان عارف ان ده دورك وده واجبك. طيب بشكرك شكرا جزيلا المهندسة ندى حسن، زوجة الرائد الشهيد أحمد عمر شبراوي، رئيس عمليات كتيبة 103 صاعقة. أذهب مرة أخرى بحواري إلى الأستاذ أحمد عليبة. يعني تسليم هشام عشماوي قبل أقل من سنة بيوضح لنا أهمية التعاون يا أستاذ أحمد بين الجيشين، الجيش المصري والجيش الوطني الليبي. يعني تأثير ذلك وهذا التعاون على يعني هذه العمليات وضبط الإرهابيين المتواجدين في مصر وليبيا. أنا بتصور أن أستاذ أحمد رفعت يعني تناول هذا الموضوع بقدر كبير من التفصيل، لكن أنا يهمني في هذه النقطة هو أنه فيه تحدي بيواجه الجيش الليبي طبعا في المرحلة الحالية. وده بيدل على انه دعم مصر لمؤسسه وطنيه، مصر لا تتعامل مع ميليشيات في ليبيا، مصر تتعامل مع مؤسسه وطنيه موجوده في ليبيا، وهي دي النقطه المهمه فيما يتعلق بهذا الموضوع، انه ان تكون هناك دوله في ليبيا، ان تكون هناك مؤسسات امنيه قويه في ليبيا، هذا هو المدخل الحقيقي لاعاده الاستقرار الى ليبيا، لانه يعني انهيار اللي حصل في الجيوش فيما يعرف بالربيع العربي في العديد من الدول في الإقليم، الكل يعرف ثمنه جيدا، وبالتالي فإن دعم مصر لأنه يكون هناك يعني هذا المسار من الاستقرار بالنسبة لليبيا، أنا بعتقد أنها المسألة مهمة، وده شفنا تداعياته في هذه العملية، أنه الجيش الليبي لعب دور أساسي كشريك في مسألة القبض على هشام عشماوي. طبعا أيضا زي ما قال الأستاذ أحمد في بداية الحديث بأنه كان هناك دور استخباري ومعلوماتي فيما يتعلق بهشام عشماوي والخلية التي كانت تعمل معه، وتحديد مناطق تجاوز يعني مناطق تواجده هناك، ثم من قام بعمليات القبض عليه هو الجيش الليبي، وأدار يعني تحقيقات مطولة معه فيما يتعلق بالجزء الخاص بالقضايا في ليبيا، ثم عاد إلى مصر محاكمته أمام القضاء المصري فيما يتعلق بالجزء الخاص بالقضايا الموجودة في مصر والتي شارك فيها بشكل أساسي. فأنا بعتقد أنه ده نجاح للعلاقة ما بين الطرفين في مصر وفي ليبيا، وأنا بعتقد أنه أيضا ده دلالة أساسية على نجاح جهود مكافحة الإرهاب بشكل أساسي، وأنه يجب أن ينظر المجتمع الدولي والقوى الإقليمية التي تريد أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلى هذه الجهود، بدلا من أن يكون هناك دعم للإرهاب في ليبيا أن يكون هناك يعني مواجهة. مصر بتواجه طبعا هذا بشكل أساسي أو بتعمل عليه بشكل أساسي، يعني ده بيبين الفارق ما بين دور مصر وعلاقة مصر بليبيا وأدوار الآخرين الذين يكيدون لليبيا والذين يريدون أن يستمر يعني أن تستمر مظاهر الفوضى أو مظاهر يعني مظاهر الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا بشكل أو بآخر. فأنا بعتقد أنه ده نجاح ليه عدد كبير جدا من الدلالات. أستاذ أحمد رفعت، يعني برأيك ومن خلال مشاهداتك، كيف ساند إعلام الإرهابية وقناة الجزيرة هذه التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة اللي كان بينتمي إليه هشام؟ طبعا أستاذ شادي، جزء من الموضوع معنوي، يعني أنا اعتقادي أنه اللي حضراتكم عاملينه من الصبح، باقي القنوات اللي عاملاها على قضية هشام عشماوي تحديدا وقصة إعدامه والجرائم اللي ارتكبها، جزء منها معنوية. العدو بقى في الطرف الطرف الآخر شغال على العكس،
بيدعم المنظمات الإرهابية، بيدعم أو بيجهز لها يعني الساحة من خلال الإشاعات والأخبار الكاذبة اللي تخلي المواطن المصري قابل أنه يعني أو جزء أو قطاع من المصريين قابل أن يستقبل عمليات ضد مؤسسات وطنه وضد المؤسستين اللي في المواجهة تحديدا، لأن احنا تكلمنا من شوية أن العمليات وصلت 8 عمليات في 2018. أيوة. أنا بقولها كده ببساطة، لكن ده ما جاش مش ببساطة، لازم الناس تتذكر أنه ده جيب تضحيات كبيرة وعظيمة قامت بها قواتنا المسلحة وقامت بها قوات الشرطة المصرية. وطبعا شفنا أسر الشهداء وشفنا تكريمهم. لكن قبل بس ما، لأنه أخشى أن الحلقة وقت الحوار انتهى، قبل لازم نتيجتين أخرتين نقولهم في 7 نتائج المستخلصة من موضوع هشام عشماوي كله. أن احنا القوات المسلحة زي ما بتسأر لأبنائها بتسأر كمان بتحافظ على مكانتها وقيمتها وسمعتها وشرفها. وتم إعدام هشام عشماوي شنقا مش رمى بالرصاص، لأنه خارج القوات المسلحة فصلا، يعني هو مفصول أصلا من القوات المسلحة مش هروبا ولا عمل أي عملية، هو منتمي لهذا أو لهذه المؤسسة العظيمة. النتيجة الأخيرة اللي قالها أو أشار لها الرئيس السيسي بكلامه لما تكلم أنه مسار أحمد المنسي ومسار هشام عشماوي، إحنا لسه عايزين مجهود جبار في مواجهة الأفكار المتطرفة. يعني إحنا عاملين مجهود رائع في مواجهة التنظيمات المتطرفة، لسه عندنا مواجهة كبيرة جدا مع الأفكار المتطرفة، وهذا ما يدعو إليه الرئيس السيسي أيضا. بالزبط. بشكرك شكرا جزيلا على حوارك معنا. شكرا. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كما أشكر جزيل الشكر الأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. لسه مكملين معاكم طبعا في هذه الحلقة من المواجهة، ولكن قبل أن نذهب إلى حوارنا التالي مع أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، نقرأ على حضراتكم هذا الخبر. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن إجراء تحاليل ل 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمصر بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقا. وأوضحت الوزيرة أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتان، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس وتلقى رعاية طبية فائقة وتم إجراء تحليل له وهو ما يسمى PCR تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية عدة مرات متتالية، آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة وغادر الحجر الصحي. وأضافت أن الحالة الثانية هي لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، ولافتة إلى أن جميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته. ولفتت أيضا إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عملهم والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازي، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم. نشاهد هذا البيان من وزيرة الصحة ونعود إليكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان المحدث لوزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية 4 مارس 2020. من يوم 7 يناير 2020 حتى اليوم تم إجراء 1904 تحليل لحالات مشتبه بها جميعها سلبية ما عدا الحالتين، الحالة الأولى كان حامل للفيروس وتعافى، والحالة الثانية تخضع للعلاج ما زالت تخضع للعلاج وفي تحسن مستمر وجميع العلامات الحيوية في تحسن، وكذلك الأشعاعات التي تم إجراءها اليوم في المتابعة تؤكد تحسن الحالة. هذا بالإضافة ل 41 معتمر تم عمل فحوصات لهم في حالات مشتبهة وجميعها سلبية. الموقع اللي فيه الشركة اللي كان يعمل فيها الأجنبي الذي يخضع للعلاج ما زال الحجر الصحي قائم، وما زال أكثر من 2500 شخص يعمل في هذه الشركة من الشركة والشركات المعاونة لها تحت الحجر الصحي، وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي اشتباه في أي إصابة. العمل الذي تقوم به وزارة الصحة هو عمل
بتنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية وتنسيق لحظي، وجميع فرق المسح الطبي تقوم بهذا العمل مع منظمة الصحة العالمية، وجميع البيانات مدققة وجميع التحاليل يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق أود أن أشكر جميع العاملين في وزارة الصحة والجهات والمؤسسات التابعة لها على التفاني في العمل والإخلاص في العمل على مدى الأيام السابقة وعلى مدى الشهرين السابقين، وأخص بالذكر قطاع الطب الوقائي والحجر الصحي وفرق العزل وفرق الترصد وجميع وهيئة الإسعاف المصرية وجميع العاملين في المواني والمطارات والمواني البرية، وكذلك فرق التي تقوم بالاستقصاء عن جافة المخالطين، وجميع العاملين في وزارة الصحة وكل القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وأشكرهم وأشكر ذويهم وأسرهم لتحمل هذا النوع من العمل والإخلاص فيه. إن شاء الله بكرة بإذن الله نقوم بعمل بيان محدث، ولكن في حالة ثبوت أي حالة إيجابية في أي وقت ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بإعداد بيان مشترك وإطلاع الجميع عليها لحظيا. أشكركم.